في صحة حديث، صحة حديث أن سجدوا الملائكة، أن آدم عليه السلام قال الحمد لله، أنه عطس وقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا أخي ما السؤال؟ صحة حديث أن خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجد له فعطس فقال الحمد لله. قال الله لا يثبت، لكن لا يثبت، لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطس فحمد الله فشمتوه، بس